حول ما يحدث في السودان ينضم إلينا من القاهرة مجدي عبد العزيز الكاتب والباحث السياسي السوداني. بعد تحية سيد مجدي، إذن هنا في تشاد في عاصمتها سوف ينعقد الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول الجوار للسودان. إذن كيف ترى أهمية هذا الاجتماع، وهل يمكن أن يخرج بقرارات تندد بما يحدث في السودان ويمكن من خلاله أن يتم حل هذه الأزمة سلميا؟ صباح الخير، تحية لك والتحية لمشاهدي قناة القاهرة الإخبارية. بالطبع يأتي اجتماع الآلية الوزارية اليوم في أنجمينا العاصمة الجادية كاستحقاق لقرارات القمة، قمة دول جوار السودان التي عقدت الشهر الماضي بالقاهرة. في اعتقادي الآن هناك فرص كبيرة تلوح أمام هذه الآلية لوضع خطة واضحة لرؤساء الدول لإزالة آثار الأزمة السودانية. اعتقادي أولا أن قمة دول جوار السودان نفسها قد انطلقت من أسس واقعية ومنطقية بعد أن حددت محددات واضحة جدا للنظر للأزمة السودانية. جاءت هذه المحددات مخالفة لتشكيل ما أريد له تشكيل وتوصيف خاطئ لا يحقق الاستقرار أو يعيد السودان إلى وضعه الآمن. هذه المحددات كما هو معلوم وكما الآن برز في تقريركم هي تحافظ على سيادة السودان وتحافظ على المؤسسات الصلبة في السودان وتمنع التدخل غير الحميد. الآن أعتقد هناك تطورات كبيرة في المشهد السوداني على الصعيد العسكري وعلى الصعيد الإنساني وعلى الصعيد الدولي وحتى على صعيد المبادرات السابقة. يمكن الآن للآلية الوزارية أن تستفيد من كل هذه التطورات، حتى من مخرجات المبادرات السابقة، تحديدا أنا أتحدث عن مبادرة جدة، لأن من ذكاء هذه المبادرة، مبادرة دول جوار السودان، أنها قالت أنها لا تريد أن تنفرد بالملف السوداني وإنما تريد أن تتكامل مع كل من يحاول أن يسعى لإعادة الاستقرار إلى السودان. وهل النقاشات حول وضع مقترحات عملية أو تنفيذية على الأرض أستاذ مجدي هو الذي يجعل مثل هكذا مبادرة تتيح التحرك الفعال للمشاركين من أجل حل هذه الأزمة نهائيا؟ نعم، أعتقد أنه متاح الآن لهذه اللجنة الوزارية أن تستفيد من هذا مما يعني أوجد في الفترة السابقة. وكذلك هناك ملف مهم جدا هو الملف الإنساني. أنا أعتقد أن دول جوار السودان هي الأقدر على إنفاذ المعونات الإنسانية والإسهام الكبير مع المنظمات الأمم المتحدة الغائبة الآن إدخال المساعدات الإنسانية ويعني إنقاذ الوضع الإنساني الذي هو بالدرجة الأولى أحد الدوافع الرئيسية لقيام هذه المبادرة. أؤكد أن هناك فرص كبيرة جدا للجنة الوزارية أن تضع مقترحات وحلول وتستفيد مما كان موجود في الفترة السابقة. كذلك يعني القيادة المصرية التي يعني طرحت هذه المبادرة لديها كثير جدا من التواصل مع كافة الأطراف السودانية، وكذلك لولا هذه الدبلوماسية القوية وهذه الحكمة البالغة لما استطاعت أن تجمع دول جوار السودان. نعم. ويتحقق هذا النجاح بحضور كامل لكل الدول السبعة المجاورة للسودان في هذه القمة الشهر الماضي والاتفاق على هذه المحددات والاتفاق على المطلوبات ومن ضمنها انعقاد هذه اللجنة الوزارية المنوط بها الآن، وسنرى اليوم كيف ستضع من هذه الخطط. لكني أقول وبكل ثقة أن هناك بشريات كبيرة جدا وهناك أمل كبير جدا أن هذه الآلية الوزارية ستحقق الاختراق في مسألة الأزمة السودانية. هنا يعني الأزمة أيضا، تداعيات هذه الأزمة وخاصة في الأوضاع الإنسانية كما قلت سيد مجدي، أوضاع كارثية حقيقة ولم تمس فقط كل الأفراد أو كل المواطنين، لكن أيضا كان لها دور في الأطفال. اليونيسيف مثلا تحدثت حول أن وضع الأطفال في السودان أصبح وضعا كارثيا، وتحدثت عن أن هناك ما يقترب من 14 مليون طفل في حاجة ماسة
للدعم الإنساني، كيف يمكن التحرك جديا من خلال وضع ممرات إنسانية عاجلة وإنقاذ هؤلاء الأطفال في السودان؟ أنا طبعا هناك جانب آخر، يعني هذه المنظمات الآن ليس لديها إلا التوصيف، لكن على أرض الميدان لم نجد لها وجودا، هناك غياب تام لكل منظمات الأمم المتحدة. دعني أتحدث بصراحة، جيد أن يكون هناك توصيف وإحصاءات وتوضع هذه التقارير أمام اللجنة الوزارية. إذن هي كيف ترصد الوضع إذن وهي غائبة عن المشهد تماما على الأرض؟ ما صحيح، يمكن أن تأتي التقارير من مصادر أو يمكن أن تكون لها مضان أخرى لهذه التقارير، لكن أقول لك الواقع الآن لا في معسكرات اللجوء في تشاد أو في جنوب السودان، لا في مناطق تجمعات النازحين أو في كل الأراضي السودانية، لا يوجد عمل إغاثي لمنظمات الأمم المتحدة أو منظمات العون الإنساني. كل العون الإنساني الذي أتى إلى السودان جاء من الدول العربية الصديقة والشقيقة، على رأسها مصر، كذلك السعودية، كذلك سلطنة عمان، كذلك قطر، وأخيرا جاء دعم طبي من الصين الشعبية. لكن كان هناك تحجج كبير بعدم وجود ممرات إنسانية ومعوقات. أنا أقول لأن الحرب في السودان توجد في مناطق محددة جدا داخل ولاية الخرطوم، وبعض مناطق في ولايات السودان مثل بعض ولايات دارفور، لكن كل هذه المساحة الآن آمنة، يمكن للمنظمات أن تتحرك. المنظمات أيضا تحججت بعدم التمويل، وهذا أيضا يعني استفهام كبير. المنظمات هذه تتحرك في العالم، هناك بؤر كثيرة جدا بها أزمات في العالم، تكون الإجابة سريعة، لماذا ليس في السودان؟ لذلك أعتقد إنه الآلية الوزارية الآن أمام هذا التحدي، وأعتقد إنه منظمات الأمم المتحدة ستدخل إلى السودان وعبر هذه الآلية الوزارية التي ستمكن لها عبر حدودها المفتوحة، مثلا الطرق المفتوحة بين السودان ومصر، الموانئ على البحر الأحمر، المناطق الغربية من الدخول مثلا تشاد، كلها يمكن أن تساهم وتساعد، ويعني تعتمد المنظمات على ما ستخرج منه الآلية الوزارية اليوم في أنجلمير. طبعا، ويعني الوضع الإنساني مهم جدا، ووحدة السودان وسلامته الإقليمية على رأس أولويات ما تهدف إليه الآلية الوزارية لدول جوار السودان، وسوف نرى ما يمكن أن تسفر عنه هذه المناقشات. أشكرك إذن، كنت معنا من القاهرة مجدي عبد العزيز الكاتب والباحث السياسي السوداني، أشكرك شكرا جزيلا.